بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد، انه في يوم الاحد الموافق 27/12/2020 تقوم مديرية الاوقاف بالمنيا بتسليم السادة اصحاب الفضيلة الأئمة الزي الازهري. نسأل الله عز وجل ان يبارك في معالي الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف على اهتمامه بالسادة الأئمة، كما سائلين المولى عز وجل أن يحفظ مصر شعبا وحكومة وجيشا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، في إطار حرص وزارة الأوقاف على الاهتمام بالسادة الأئمة علميا وماديا ومظهريا، تسلمت اليوم مديرية أوقاف الدقهلية الدفعة العاشرة من الزي الأزهري وعددها 183 زيا أزهريا، والآن نحن بصدد توزيعها على السادة الأئمة بالمديرية. وبهذه المناسبة أتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان والامتنان لمعالي وزير الأوقاف على حسن رعايته للسادة الأئمة. شكرا لكم معالي الوزير.